احنا جينا اليوم كنطالبوا بهاد المسؤولين على وليداتنا الفقودين. وليداتنا من قلعة السراغنة والنواحي 25 شاب مشات لحد الان حتى واحد ما بان، الى ميتين الى حيين. وبغينا نطالبوا من هاد المسؤولين باش يعاونونا. لقينا كاع الابواب، لا في القلعه لا في النواحي، لا ما خلينا تجينا. خرجوا نهار 15/10/2020 من الداخل اتجاه لس بالماس. لحد الان ما صنا حتى شي واحد اللي يد لينا اليد المساعده ويعاوننا على وليداتنا. هذا مهرب كان بسميته مهرب، وجا مني اتصلنا به وعطيناهم الاسم ديالو، عيطوا ليه من داخله وجا لعاد الامن ديال القلعه. ولحد الساعه ما بانت لنا حتى شي اخبار، ما بان لنا حتى شي وضوح. وليداتنا حنا في محنه دابا. اخر مره هضرنا معه نهار 4/10/2020، كنا في الداخله باقي في الداخل. من تما تقطعت علينا الاخبار لحد الساعه، حنا في حير، حنا كنبكيو في صمت. قرر ما كاينش، كان كيخدم ما كاين خدمه، ما كاين والو، كيجي كيخدم دراسي الثالثه اعدادي، خرج من المدرسه ما كايناش الامكانيات، ومشى تما عارف اقليم قلعه السراغنه ما كاين لا خدمه لا وزينات لا والو، راك عارف. المهم مشى جا خدم هنايا، كان خدام هنا في نواحي الدار البيضاء في واحد الوزين، وذاك من الوزين دار مع غير كونترا ديال ميسالات، قول لي الله يعاونك، وما خلصوش حتى في الواجب ديالو. ولحد الساعه حنا كنطالبوا من المسؤولين باش يقلبوا لنا على وليداتنا، سواء ميتين سواء حيين.